راه ما كاين لا زناقي لا 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 الترتيب لا حتى شي حاجه، كل شيء موسخ لا من المسؤولين ولا من اي حاجه، راه ما كاين حتى حاجه فيهم. وملي تندويو مع شي واحد رئيس مجلس القراوي راه تيقول لينا ما عندي ما ندير لكم، كيفاش غادي نعملوا حنايا؟ ملتشي دائما تيقول لواحد الانسان السكيورتي ديالو كيقول ليه حبس الباب عليه هويا ما تخليهش يدخلوا. ملي كنبغيو ندوزو داك الشيء راه ما كاين والو من هاد الشيء هذا هويا، وهما كيصاوبوا قدام الديور ديالهم وكيقادوا الديور ديالهم، وحنايا ما كاين حتى حاجه قدامنا، دائما الوسخ، دائما الغوت، دائما الصداع، دائما شي حوايج اللي هما ما كاينين شيء، راه ما عندنا هنا. وتيقول لك راه كل شيء مزيان، يشوفوا واحد الحاله من هاد المشروع هذا راه لا طرقها لا حتى حاجه. المسؤولين فينا؟ هما واش راكدين؟ وخصهم يفيقوا، وماشي غير راه فلوس الضريبه 100 مليون راه 80 مليون راه 70 مليون، والطرقان بحال تقول عندنا السكه الحديديه دايزه في المشروع حشومه كاع. تبدات مجهودات، ما يمكنش نقولوا انه ما كانش، كانت مجهودات، وكان تم ديال التزفيت ودار واحد الغطاء ديال الزفت اللي هو مستوى رائع في بعض الاحياء. ولكن المشكل اللي عندنا هو انه لما داروا هذا العمل هذه واحد 30 او 4 سنين هذه تنظن في اطار ما يسمى بلا يعني لا ريسبسيون فينال، بقات واحد الازقه تسنات من هذه العمليه هذه، ما فهمناش علاش. هذا مثال حي على زنقه من الزناقي ديال اللي هي جزء من هذا الحي هذا، وكيف يعقل ان تصلح واحد، وبالخصوص ان هاد الزنقه هذه تتشرف على واحد المؤسسه. فاذا شويه هذا عمل يعني كيخصو شويه ديال يراجعوا الناس المسؤولين، يراجعوا نفسهم في العمليه هذه. انت كما تتشوفوا ربما راك تشوفوا الناس مارين هنايا، يعني الوليدات الاباء اللي تيجيو هنا باش يحطوا وليداتهم راه هي ما تشترى ما تقدرش تقطع من هنايا، ودابا حنا في حي اللي هو حي جديد، هذا هو الغريب. يعني ما فهمناش يعني طبيعه الحال. انت كتشوف الناس يعني معذبين بزاف، اما في وقت الشتاء والبرد والماء راه ما يمكنش تقطع في هذا المحل هذا يعني. يعني كل شيء وهذا الشيء تيدخل لنا الاوساخ تدخل يعني للمؤسسه الداخل. فاحنا يعني مستائين من هذا الوضع هذا، والاباء والتلاميذ، وتنتمناو ان المسؤولين يعني يعطيو واحد العنايه لهذا الموضوع هذا، لهاد الازقه اللي بقات بدون اصلاح، ويرموا هذا الشيء هذا ما كاين. بس حنا من السكان ديال مشروع ولاد مطاع اللي كانوا تيسميوه رياض جوج، يعني رياض جوج يعني حي راقي، ولكن الا تساريتي هنا في وسط الاحياء حي شعبي احسن منه. هنا كاينين حفاري، كاينين بزاف ديال المشاكل، كاين قلاتي، كاين راه الانسان يدور ويشوف بعينيه. حنا عينا ما نشكيو، طلعنا للجامعه، طلعنا للمجلس البلدي، داروا جمعيه في الحي باش يدافعوا على هاد الاضرار اللي حنا تنعيشوا فيها يوميا. اش نقول لك، انت تشوف بعينيك يعني، الا تساريتو هنايا في الحي وسط الحي غتشوف بعينيك يعني هذاك الشيء ما تيتوصفش يعني. راه الانسان راه باين، الانسان يشوف هذاك الشيء بعينيه راه كافي. وعينا من طرقوا البيبان، عينا من سميتو، ولكن ما كاينش اللي تيتجاوب معنا، ما كاينش اللي عطانا شي حاجه. اللي كل عام، دابا انا 4 سنين وانا ساكن هنايا وانا مضرور يعني 4 سنين، والناس اللي قبل مني بسنين بسبع سنين بثمان سنين عياو حتى هما ما يهضروا عياو ما يسميتو. واش نقول لك، الغالب الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.